توضيح حديث أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الله ذراع إلى آخر الحديث، لأنه سمعت عن بعض الأخوة أنه كان نهم الالتزام باستقامة فقبل وفاته بشهر تقريبا انتكس. الحديث هذا كما سمعت حديث ابن مسعود إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار، حديث صحيح، لكنه قد ورد تقييده بالنسبة لمن يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ورد تقييده بأنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو الناس وهو من أهل النار، وذلك فيما رواه البخاري في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يدع شابة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وكبر عليه كيف يكون هذا المجاهد البطل من أهل النار. فقال أحدهم أي أحد الصحابة والله لألزمنه، يعني ألازم حتى أنظر ماذا تكون العاقبة. يقول فأصابه سهم من العدو، أصاب هذا الرجل البطل سهم من العدو فجزع، فأخذ بسيفه وجعله على صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره والعياذ بالله فمات. فجاء الرجل الذي كان ملازما له إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الحديث يقيد حديث المسعود، يعني أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس إلى أن يقرب أجله ثم يعمل بعمل أهل النار. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله تعالى الثبات وحسن الخاتمة وألا يغتر بعمله الذي هو عليه الآن، لأن هذا العمل قد يتخلف عند الوفاة، فالأمر شديد عظيم. نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم إيش؟ نعم، المنافق يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس وكذلك المرائي وهو من أهل النار، ولذلك يجب الحذر من النفاق والحذر من الرياء، حذر من النفاق أيضا بحيث الإنسان يراجع قلبه دائما ويتجنب آيات المنافق التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان، يتجنب هذا كله.